السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، اليوم ناخذ لنا مثال تطبيقي عن فريم، تحليل فريم وتصميم. في المثال عن تحليل فريم وتصميم، وين هنا فاتح فريم سابق، انتو خلينا نفتح واحد جديد، تركوه هسه هذا، نفتح واحد جديد نيو بروجكت، نجي هنا نختار لين يعني 2D داش طول، اجي هنا سمي مثل ما تسمي فريم، راح اسمي اني يعني فريم، وان انتو حسب التسمية، مو عندي فريم اني يعني مثال اكزامبل مشتغل فريم، راح اسمي فريم وان حتى ما يقول لي هذا موجود سابقا. زين هنا احدد وحداتك، شو تريد وحدات الطول بالمتر، وحدات الفورس بالكلمتين، انت كيفك. طبعا مكان الخزن وين تريد، اني يعني افضل بين سويلك فولدر للاكزامبلز حتى ما تنتشر، لان هذا كل مثال ينشر في ملفات وتترس لك سطح المكتب. سوي لك فولدر سمي example وحدد هنا تروح بيه قبل الملفات مالتك، نعطيه next، قل لي اكو واحد موجود نفسه. اوكي انا اريد ابدل ذاك فريم وان، لا اد بيم اد بليت، احنا نبدي اد بيم اضافة بيم، نبدي برسم بالبيم. هاي بليت من ابدي اشتغل، انزل بليت جاهزة هاي بال 3 دايمنشن سوليد، اوبن ستارت ويزارد، اوبن ستراكشر ويزارد ينطيني تراس فريم جاهز، اوبن ستاد برو اديتر، هاي ادخل شلون هسه الامثلة اللي انطيتكم اياها بالنظري، ندخل نكتب الاعازات بالدوز مال ستاد برو، اوبن بيلدينج بلانر مود، هاي يدني اوبن جوب اديت جوب انفورميشن، هنا تكتب معلومات الرسم مالتك، تفاصيل موقع وين، يا مقطع إنشائي، بناء رقم شقد، التاريخ، اسم المهندس، وهكذا. هسه مبدئيا نبدي إضافة بيم، آد بيم هسه، دا أشتغل انتو دا يمشي. بس هنا عندي هنا أقدر أغير هنا هسه 3D، يعني الوجه الشكل مالته يكون قدامي، فرونت فيو، سايد فيو، باك فيو، سايد فيو، سايد فيو، رايت و لا رايت و ليفت، توب فيو، بوتوم فيو، 3D فيو، ايزومتريك فيو. راح اخلي هسه فرونت فيو، اللي راح اشتغل 2 دايمنشن، يعني دائما افضل من اشيل الجريد، خلي اشتغل بدون جريد. نبدي من الصفر، صفر أعطي تاب أنزل، يعني بديت بنقطة في الأصل أوريجين 0 0 0، هسه إيش قلت؟ خلينا نشتغل على فريم، إحنا نعطي مثلا فريم، النقطة الثانية خلي بالإكس 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 5، وبالواي بالواي 0 وبالزد 0. زين هسه بعد خلي اجيب الاكس 0 وبالواي 4، بالواي 4 وبالزد 0، عندها شغل دمج. بس النقطة الأخرى بالإكس 5 وبالواي 4 وبالزد 0، كملت نقاط الفريم. هسه أجي أوصل ما بين الجوينتات حتى أشكل الممبرز، أنا أجي أحدد النود، أسوي أد بيمز من هاي الجوينت، اقول له هاي الجوينت ارسم لي من هاي الجوينت هاي الجوينت بيم، هو يسميه بيم، هنا عمودي افقي يسميهم بيم، بعدين اني احدد عمودي كولوم، تعرفون شلون يعني، هو كله يسميه المخطوط بيم. تمام، اريد احط لي هسه بعدين هاي بالمساند، اريد احط لي انترنال من جهة، هسه ايش عندنا بعد، شوفوا حددت
بيم رقم واحد من نود وان إلى نود ثري، بيم رقم اثنين من نود ثري إلى نود فور، بيم رقم ثلاثة من نود فور إلى نود تو وهكذا. بس أول شي مرحلة الموديلنج، ثاني شي خلي أجي أسوي الانترنال هنا، أروح وين على جيومتري، أروح وين الكومنت، اروح على الكومنت، اروح على المنبر سبيسيفيكيشن، اروح على الريليز، اقول له حرر. شي حرر لي انت بعلي، اقول له حرر لي وين من البداية لو من النهاية، احرر لي، اخلي الانترنال هنجماتي قريب من هاي البداية. ستارت، حرر لي، ريليز، خليه قابل لل قابل للدوران اكس واي زد، قابل للحركة العمودية زد، لكن غير قابل للحركة الأفقية. تمام، صار عندي انترنال ما يتحرك أفقيا لكن قابل للحركة العمودية والدوران. تمام، قابل للحركة العمودية عشان غير قابل للحركة أفقية، ولا أي شيء قابل للحركة أفقية غير قابل للحركة. أقول له آد، يقول لي وين تريد أضيفه، أقول له أضيف إياها يوان تريد مات فيها، يقول لي وين تريد أضيفه، أقول له أضيف إياها بالمد، أقول له آد، مو بالمد لا، أشر البيم، أحول بيم سيلكت، عند أريد أحرر البيم لازم أشيل مؤشر النوت، حددته أسايند سيلكتد بيم، لازم أشر بيم. يقول لي the assignment method you have chosen is assigned selected beam، يقول لي تريد تأشر الانترنال هنج لهذا البيم من المؤشر، تريد تحط لهذا البيم مؤشر، أقول له نعم، حط لي أشوفه. من قلت له اختار لي من نقطة البداية، حرر لي البيم من نقطة البداية، إذا أريد الانترنال هنج هنا قريب على هاي البداية، إذا اختاريت من نقطة النهاية حيكون قريب من هاي النهاية، فبكيفك وين يكون الانترنال هنج؟ قريب من بدايته أم قريب من نهايته؟ أو يجوز تخلي أنت مثلا، هذا شنو؟ تعرفون شنو شباب؟ حررت البداية، خليت انترنال هنج هنا. أنا أقدر أخلي انترنال هنج هنا بالوسط أو على مسافة، بس أنا حررت البداية خليته قريب من قريب من هاي العقدة، وإذا أريده قريب من هاي العقدة، وإذا أريده بالنص بكيفي. تمام، حسب المنشأ الرسم المرسوم لك أو المنشأ اللي بده تريد تحرره. بس بعد ما حددت، بعد ما سويت موديلينج، اجيش اسوي، شوفوا هذا انترنال هنج، انترنال هنج شو اسوي بيه؟ اعيدها فقرة الانترنال هنج، راح احط انترنال هنج هنا، راح احط واحد لاخر هنا عاين عليه، كومنت
member specification release. حطيته وين؟ انا حطيته بالبداية. خلو احطه بالنهاية، حرر النهاية. غير مسموح له حرر لي شي، حرر لي، خلي حرر لي الواي والزيت والام اكس والام واي والام زد الدوران، بس الاف اكس ما يحررها، اخليه يمنع من الحركة باتجاه الاكس. اد اقول له اشر لي اي اند، اختارها للبيم المؤشر، بس ضاف لي بالنهاية. بس اجي شو اسوي؟ شوف صار لي هنا انترنال هنج وهنا انترنال هنج. بس بعد ما سويت مودرنج اجي احدد الماتيريال، ما قبل الماتيريال احدد سكشن، سكشن ممبر بروبرتي. شو تريد؟ بريزماتيك، مقطع رباعي؟ احنا نختار مقطع رباعي، بعدين اختار السكاشن مال الستيل، نختار مقطع رباعي. بريزماتيك، بريزماتيك بيه اشكال، بي سيركل، بي ريكتانجل، بي تي، بي ترابيزويد، بي جنرال، بي تيبل، اي تيبل، تيو اساين بروفايل، تيوب نحيف، تيبل اي نحيف. خلنا نختار مبدئيا، نختار البيم، راح انزل بيم شكله هاش جيت بوينت مقطع مرتب بالواي بوينت فور وبالزيت بوينت سكس. هات كونكريت، كونكريت تريد غير ما تدق كيفك، ألمنيوم ستيل، ستيل ستيل وين كونكريت ضفنا. روح أضيف أيضا للأعمدة، حسوي لي أعمدة دائرية بوينت شنو؟ لكن الزيت مالته بوينت سكس، أخذ بوينت فايف كونكريت أيضا. أقول له هات السينرجي، اختار الريكتانجل، راح احدد الماتيريال حددناه كونكريت. تبعت شنو؟ السبورت، سبورت سبيشن تريدها منه او تريدها من السبورت؟ شوف مين انت بعدها تختار شنو. هاي سبورت بيج، هاي ماي بروبرتي بيج، مواصفات الموقع، هاي سبيسيفيكيشن بيج، هذا اللود. خلوها سبورت، سبورت اقول له كرييت. ايش عندي؟ راح استخدم فيكس، فيكس راح استخدم بعد فيكسات فيكس. تمام، بس اجي اكنسل. هسه شو نحدد بعد؟ اللود، اللود شو عندي؟ اللود، اللود تريد منه او تريد من كوماند لودينج برايمري لود. نجي كم كيس لود؟ خلي اضيف لي كيس، كيس واحدة بس مبدئيا، الكيس الواحدة، كيس ثاني مشكلة، او خليه كيس واحدة، لانه ليش
بعدين أدخلكم شغلة الديتا سيل كومبينيشن. لا خليها كيس، خليها كيسين، واحدة أخليه للسلفيت واحدة للحمض الحية والميتة الإضافية. بس بعد ما حددنا ضفنا لود كيس وان لود، كيفك أي عدد من الكيسات تريد تضيف كيفك، حسب طبعا حسب المنشأ المعطى لك اللي تريد تحلله. بس أجي أعرف هذني الكيسات اللود كوماند، راح أخلي السيلف ويت اتجاهها نحو الأسفل الفاكتور مال تسعة بواحد بالواي آد، وراح أخلي أسرع لود ثانية أيضا لما أروح للكوماند وأروح على اللودينج، أروح على اللود كوماند، راح أخلي عندي منبر لود، راح أخلي عندي منبر لود، راح أخلي باتجاه الإكس أخليه سالب من أنا موجب من ما راح أخليه uniformly distributed uniform force يدخل انتهى. طبعا أحدد uniform force uniform mount uniformly distributed load يدخل انتهى يدخل انتهى انسى يدخل بعد اتجاه الأكس بالجلوبال أكس أحط آد لأني أخليه صفر حتى أنشره على طول البي آد بعد يعني بعد بالمنبر لود concentrated force أضيفها. طبعا هذا كل ساعة يطلع لك مال خزن لازم تلزم سيف شغلك. أيضا راح أخليها باتجاه خلي باتجاه الواي عندي concentrated force قيمتها ايش جات قيمتها 40 سالب 40 حتى تكون مناسبة دني. لا خليهم بدون قيم راح ياخذها بالنص، بخليها بالنص اذا اعطيت لهم قيم. طبعا هاي الدي 1 ايش قد تبعد من بداية البي، الدي 2 هاي الدي 2 ما ادري كبير دي تو من تريد تسوي اكسنترك سالب 40 واشهدنا، واحط عدي حمل لينير خطي اريده مثلثي اريده بكيفي لينير مش راح ترابيزويد، اخليه ترابيزويد اخليه قيمته أخلي دبليو وان أخليها دبليو وان ستة سالب ستة ودبليو تو سالب أربعة طبعا وين تريده باتجاه الواي اكس طبعا باتجاه الاكس اللوكال يعني راح اخلي اثر على العمود. بعد ما اخلي الوقت يلا في خلي اتمسر عليكم هسه تتعلمون اعمال كثيرة. بس نجي نحط اللود هذا السيرف ويت اقول له الشرير اريد اخذ السيرف ويت مال المنشأ ككل انتبهوا بالكل قلت له سيرف ويت احسب كبير. بعد اللود كيس عندي انفورملي انفورملي سيربيوتد لود يس شو صرت الساين اقول له اشر لي هنا خليني هنا
عيب الخطأ، بس خلي عيب الخطأ، عيب الخطأ، أعتذر. inform المفروض مفهوم، بس خلو أروح على command، أروح على loading، أروح على load command، أروح على member load inform اتجاه انت انت خليها جلوت غلطان جت قيمته 5 اتجاه الاكس. لا تمام صحيح، يعني خطأ، هذا المفروض ما نأشره. يونيفورم اللي جاء على يونيفورم هذا ما نأشره، أشره أساين الكيرسر تو أساين، هنا تقدر تستخدم الماوس للتأشير أساين هنا أنا هذا إيه صح تمام. زين الثاني لينير هذا، ما أكو خطأ، ما أكو خطأ، اسمحوا لي باتجاه الأكس اللوكر اتجاه الواي اللوكر وحشدني. بعد عندي concentrated هو هذا، حتى اخليه كنسل. بعد عندي هنا اللود بلوت أقوى عندي كونسنتريتد، تشوفون كونسنتريتد شلون صاير؟ أروح على السايزز سكيل بوينت فورس شوية أكبر السكيل وفي زغرت بعد شوية زغرت وشانت. زين باشدنا هسه بعد ما كملت تحديد الأحمال أروح على التحليل، بعد ما كملت أروح على التحليل أقول في الكوماند أناليسيس فهم أناليسيس لازم أسويها، ما اريد اقول له ينزل النتائج كلها، ما اريد يطبع لي اي نتائج، اذا اريد اطبعهم هسه حاليا ما اريد اطبع. زين انالايز ران تلاحظون هنا ما عندي لا ايرور ولا تحذيرات ولا التحذيرات من نوت عادية، بس اهم شيء الايرور، لا عندك ايرور تروح تشوف وين صار عندك ايرور. هنا تقول له تريد يظهر لك النتائج قبلي او يوديك للتشوهات او stay in model mode او بقيك بالشكل الموديل. هنا يقول لك يا تريد المن اظهر لك التشوهات لوت كيس 1 لوت كيس 2 لوت 2 هن سيلكتد هنا افيلبل، اذا تريد تحول هنا وتختار اللي تريده، يجوز ما تريد يكون يجوز تريد لوت كيس 1، بس احنا حاليا خليهم كلهم اوكي. بس هنا طلعت التشوهات ما تشوفوا
خلي اختار هنا، ادوس كنترول، شوفون اندوس كنترول، شوفون ايش صار، شوف التشوه. هنا افتر، لان هنا عندي انترنال انجن. افتر، بس اريد اطلع سد التشوهات ديفورميشن، اريد اطلع المومنت حول الزيت. شوف المومنت حول الزيت، طلع لي سد المومنت، طلع لي الشير باتجاه باي. بعدين الشير، هذا الشير، تمام. 27 هذا شنو؟ الاكزيال فورس. الاكزيال فورس سد، الاكزيال فورس سريد اطلع الرياكشنات، الرياكشنات، الرياكشنات. اذا تريد تحركين شوية تاخر الرياكشنات، الرياكشنات شوفوا اف اكس اف واي اف زد، هذا اف اكس اف واي اف زد، اعطينا هاي مومنتات. زين، هسه اريد نحلل، اريد احلل، العفو حللت، هسه يعني اريد اصمم. ارجع المدير، اروح على الديزاين، ديزاين شرطي بالديزاين، شو اريد اصمم؟ اريد ستيل وكونكريت، كونكريت، كونكريت. سيلكت ديفاين باراميتر قبل الديفاين، شو تريد تصمم؟ اسمع، شو تريد يطلع لك بالتصميم؟ لان حولهم كلهم هنا، انطي سلكت، تريد ذني كلهم او انا لسه ما اريد ذني كلهم، شو اريد؟ اقول له اريد انطيني الاف برايم سي، انطيني الحديد اف واي مين والاف واي ستير اب مثلا، بس ذني هسه اريد انا. اوكي زين، ديفاين بارامتر، مش قد اختار الاف برايم سي، ثم كيفك. سنه 27000 كلمة بالمتر مربع، خلينا نعطي 35. أقول له آت الأف واي مين قد تريدها، أنا هختار 500. المين والستير أب أيضا هم 500، راح أخذهم 500000. هاي اشتغل، انت تجي تحدد الشيء اللي تريد تصمم عليه المواصفات. زين، كوماند، هسه شو تريد تصمم؟ اريد اقول له اريد اصمم بيم، اريد بيم، واريد الكولومز. هنا ما عندي سلاب وإليمنت، ما ادري اشتغل 3D، واقول له تيك اوف شيفا، لا تيك اوف، لا تيك اوف، هنا انا اجي اكنسل، هسه اجي اشر، اقول له الاف برايم سي هاي يسوي لي اياها، اشر لي اياها للمنشأ كله، الحديد ايضا للمنشأ ككل. السايت فيو، هنا نريد اذن مواصفات المنشأ كله، اف واي سكشن، السايت فيو، ديزاين، ديزاين بيم، ديزاين بيم، هاو
ديزاين كولومز، عندي كم كولوم، هذا وهذا، الكنترول أحطه كنترول، اختار، قول له أسسها. هاي هي الأسس، بعدين أنتقل لك على مرحلة الأسس حتى ما يصير عليك لود. بس كملت، بس شطي أرد مرتبك، أروح أقول له كوماند كونفورم أناليسيس، إذا انطبعت نتائج أقول له أناليسيس ران أناليسيس. روح على go to post processing module، تلاحظون زين، هسه اريد اروح اشوف التصميم مالتي، خل اختار البيم، شوفوا دبل كليك وين ما اريد، بيم كولوم، شوفوا اروح على الكونكريت ديزاين، شوف شلون اصمم لي هذا البيم مالتي، شوفوا من فوق حديد 6 فايبل 12، بعد 300 سبيسين 343، الحد طول 5 كله، يعني مدة واحدة، تمام. هنا شغلنا بعد، باتريال حاط اتريال معنا، صور شوف من عندنا 1 2 3 4 5 6، ايه هنا أنا طلع لي تسليح مين، هنا شير محط، شير محط زين، ديفليكشن ايضا تقدر تطلع الديفليكشن وين تريده، انتك قيمة هنا من دوير تقيم الديستنس ديسبليسمنت اللت زين. هذا جاي اشوف الكولوم، واحد من الكولومات كونكريت ديزاين، هذا الكورم طبيعي، شو اختاره تاني مقطع ده، يشوف شو تاني، نعطيني بار سايز 16، نمبر اوف سايز، بار نمبر 10، عدد البارات ابو 16، هاي مساحة ال AS required 360 AS ratio F1T F1 location and IPU cell support، هذا نفس الحالة نفس الحالة، تمام. deflection أيضا نتكيار قيمة، shear bending loading، shear bending شو تريد هناك، shear bending ديفلكشن. هسه بعد ما اشتغلنا، ها تريد تشوف شكله تسوي له رندرنج منه، هنا نختار لك، بس انا بدي اختاره كله رندرنج، شوفوا هذا مالتنا الفريم، تمام. بس شو اريدكم شباب، ما مطلوب منك شيء، بس اريدك تعيد هذا البروسيجر مالتي، يعني الشغل اللي اشتغلته هذا الفريم، المثال سوي انت بالبيت، كل واحد منكم يسوي، دز لي صورة للنتائج مالته، يعني صورة هاي حتى لا يطلعها منها بعد ما يكمل، يطلع لي الاوتبوت مالته المخارج منه، وطق لي لها صورة.
تمام، حتى اشيك شغله. يطق لي صور، في ياخذ لي صور بالشكل اثناء وجود التشوهات، مومنت شير، تمام، وتزوي لي صور المهم حتى اشوفهم. هنا من اجمع من كلهم، ها هنا تريد تحدد يطلع لك تشوهات بالنسبة لنا، لود كيس 1 لود كيس 2 لو مجموعهم، تمام. وش تحتاجون اني حاضر، ولا تشيلون هم الدرجة، اهم شي تفهمون، اهم شي تفهمون. هاي انيميشن، اذا اريد احرك اسوي حركة طلع الديفليكشن يحرك لك، مش هو دي هو بي فايلر انيميشن. Section displacement. Doing. شوفوني متين، شوفوا الديفلكشن، عم طلع لك ديفلكشن، هو ده يتحرك، مو شو بيصير بالديفلكشن، تمام. تحياتي لكم، ولا طولت بالفيديو، بس ضروري ضروري هذا، ما اقدر اقطع يعني بارتات الفيديو لان تحليل متسلسل.